نطلب اوردر البرفانة الجديدة. ايه ده؟ هو شكل الموقع بقى عامل كده ليه؟ شكله اتغير خالص، بس شكله بقى احلى كتير. لا لا لا، الموضوع ده محتاج فيديو. نشوف بقى الموقع الجديد ده شكله عامل كده ليه، وهنطلب الاوردر ازاي، وازاي هندخل على الويب اوفر والحاجات دي كلها. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان نشوف هنعمل ايه. مساء الخير عليكم، معاكم سارة صلاح من اوريفليم. لو بتشوفي الفيديو لاول مرة ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو حابة تتابعي فيديوهات تانية كتير ما تنسيش تفعلي علامة الجرس عشان يجيلك كل اللي بنزله اول باول. جاية بطلب اوردر من شوية، لقيت الموقع شكله مختلف خالص عن مكان قبل كده. فطبعا عشان برضو الاعضاء الجديدة تعرف ازاي ان احنا هنطلب الاوردر وتعرف تسجل دخول على الموقع ويبقى الموضوع سهل بالنسبة لها، قررت ان انا اعمل لكم فيديو جديد عن طلب الاوردر اونلاين، وازاي ان احنا نعرف عروض الشحن، وكمان نعرف اماكن الويب اوفر، وازاي ان انت تعرفي عدد الاعضاء اللي موجودين في شجرتك، وكل حاجة عن الموقع. يلا نبدأ مع بعض نشوف ازاي هنعمل الكلام ده. اول حاجة هنكتب كده oriflame.com.eg عشان ندخل على الموقع. هو متسجل عندي اهو، هدخل عليه. بعد كده هيظهر لنا الموقع بالشكل ده. عشان نعمل بقى تسجيل دخول هنضغط على علامة الشخص اللي واقف فوق ده، وبعد كده هنكتب كود العضوية هنا والباسورد في المكان ده. انا مسجلاهم فهعمل تسجيل دخول على طول. هيظهر لنا الموقع بالشكل ده. في الجزئيه اللي في الجنب دي البيانات، لو دخلنا عليها هتشوفي انت احنا اصلا عليها حاليا، الاسم، النقاط الشخصيه قد ايه، نقاط المجموعه، دخلتي كام شخص الشهر ده. بعد كده الجزئيه بتاع البيع اللي هي عمل الطلبيه، لو ضغطنا عليها كده وضغطنا على كلمه عمل طلبيه هتدخلي هنا تقدري انك تشوفي الفواتير السابقه اللي انت عملتيها زي ما انتم شايفين كده. وكمان هنعرف ان احنا نتتبع الطلبيه، نعرف هي طلعت من المخزن ولا لا، هي وصلت لحد فين دلوقتي. وكمان لو ضغطنا على رقم الفاتوره ده هيظهر لنا كل الاوردر اللي احنا طلبناه المره اللي فاتت، واي بقى فواتير سابقه قبل كده، اي فاتوره تحبي تدخلي عليها هيبقى بنفس النظام زي ما انتم شايفين كده، في كذا فاتوره فتقدروا تعرفوا انتم طلبتوا ايه قبل كده. لو دخلنا على كلمه طلبيه سريعه دي هيظهر لنا المكان اللي احنا بنطلب منه الاوردر، الكود بتاع المنتج والكمية، لو مثلا كتبنا 31557 كود الكحل هنا كمان هنقدر ان احنا نحدد الكمية، عايزين نزود ممكن نزود، نعمل 5، عايزين نقلل تاني نمسح كده ونعمل 2 مثلا، او من خلال السهم نزود ونقلل عادي زي ما انت عايزة. تمام. وبعد كده هنعمل اضف لسلة الشراء. بعد كده هنعمل التالي، لو انا مثلا افتكرت حاجه كنت ناسياها وعايزه اطلبها ارجع تاني اعمل كلمه اضافه منتجات دي، وبعد كده اضغط برضو على التالي. هيظهر لي كده اهو الحاجه اللي انا عايزاها موجوده، وكمان لو كان في حاجه انا حجزاها وما كانتش متوفره وتوفرت هتلاقيها هنا كده في مكان اسمه منتجات الحجز، بس دي بقى مش تقدري تتحكمي فيها ولا تزوديها ولا تقلليها. لا، عايزه تزوديها هتعملي برضو اضافه منتجات وتزودي العدد اللي انت عايزاه، واللي موجود في الحجز بس هو اللي هيكون بالسعر القديم، واللي هتطلبيه لسه جديد لو هتضيفي عليه مثلا عدد تاني ده اللي هيتحسب بسعر الشهر على حسب انت في انهي شهر. بعد كده لو خلصت الجزئيه دي وعايزه ااكد الاوردر هنزل تحت وهعمل تأكيد وحفظ الطلبية، بس طبعا انت الاول طبعا تختاري يا اما تسليم الطلبية على عنوان المنزل، يا اما زي ما قلتلكوا قبل كده بتختاري نقطة التسليم تعملي كده، وهنختار من السهم ده نقاط التوزيع، وبعدين ننزل بالسهم ده كده تختاري بقى دي نقاط التوزيع اللي موجودة في مصر كلها، تشوفي ايه اقرب نقطة توزيع ليكي تضغطي عليها كده، تقفي على اي مثلا نقطة وليكن النقطة دي، هتشوفي العنوان بتاعها ايه. اذا كان العنوان ده قريب ليكي خلاص تمام، ارجعي واكدي خلاص الطلبية وتبقى كده الطلبية اتطلبت. طيب في جزئية كمان عايزة اتكلم عنها برضو في نفس الصفحة دي، الناس اللي بتقعد تسألني فين الويب اوفر فين الويب اوفر، الويب اوفر بيبقى في اخر صفحة دي قبل تأكيد الطلبية. لو شفنا مع بعض كده هنلاقي اهو قبل كلمة المنتجات التي طلبتها في كلمة ويب اوفر. لو دخلت على كلمة ويب اوفر دي كده ونعمل عرض المزيد هيطلع لي كل الحاجات اللي موجودة في الويب اوفر ايه.
دي مش بتتكتب بالاكواد، دي زي ما انتوا شايفين كده اهو. وعند اي منتج هقف مثلا عليه وليكن البلسم ده، وهضغط بالسهم كده 1 2 زي ما انا عايزة حسب العدد، 3 4 ايا كان. وبعد كده هروح جاية نازلة عاملة اضف للطلبية، مش بعمله بقى بالكود، هعمل اضف للطلبية، هلاقيه ان هو انضاف اهو والعدد 4. طبعا الويب اوفر ده افضل وقت تطلبيه فيه اول يوم في الشهر الساعة 10 بالدقيقة، لان بيبقى يعني الحاجات اللي باقية دي ممكن يبقى فيها حاجات كويسة، بس افضل عروض هي اللي بتتخطف في اول دقيقة اول يوم في الشهر، فدي طبعا نلحقها وده مكانها اهو، يا رب كله يكون عرفها. طيب في جزئية تانية برضو بتكلم عنها، اللي هو المنتج اللي بيشيل الشحن بيبقى موجود فين. لو جينا نبص هنا كده فوق كلمة الويب اوفر على طول، هتلاقي الآن يمكنك عمل طلبية بدون مصاريف شحن فقط شاهد. هنشاهد الكلام ده ايه فيه اهو، دي كده مثلا ظهر لي اهو ان المنتجات دي انا لو اخترت منها اي منتج هيشيل لي مصاريف الشحن. هو حاليا تقريبا البرايمر اللي موجود، فهنعمل اد للطلبية كده، نضغط على كلمة اد عليه وبعدين ننزل تحت نعمل اضف للطلبية، نشوف بقى كده نضاف ولا لا. هنلاقي البرايمر انضاف هنا اهو ب81 جنيه، بس طبعا البرايمر من المنتجات اللي بتشيل الشحن على البيت، فهننزل تحت كده ونغير بقى العنوان، بدل ما كنا عاملينه نقطة التسليم اللي هي نقطة توزيع او حاجة من دي، لا هنعمله نقطة تسليم على عنوان المنزل، هنضغط كده اونلاين اوردر، هنلاقي ان الشحن هنا كلمة التسليم جنبها زيرو، مفيش اي يعني مفيش مصاريف هتدفعيها عليه، لانه خلاص طالما حطيتي المنتج اللي بيشيل الشحن مش بتتحاسبي على مصاريف شحن. بس هي الفكرة ان المنتج ده لو جينا نبص هنلاقي ان هو مفيش عليه نقاط عمل، يعني هو بيشيلك مصاريف الشحن لكن ما بيبقاش عليه نقط. طيب نرجع بقى تاني كده نشوف بقية الموقع، نفس النظام برضو في الجزئية بتاعة طلب الاوردر. لو انت مش عايزة تدخلي على كلمة علامة الطلبية، في هنا سلة تسوق فوق، لو ضغطتي عليها من غير بقى ما تدخلي على خطوات عمل طلبية وكده، هيظهر لك نفس الكلام، هيظهر لك كلمة سلة تسوق، وعايزة برضو تضيفي منتجات عادي تضيفي مفيش اي مشكلة. نرجع بقى لبقية الخطوات. بعد كده لو انا حابة مثلا ان انا ادخل على المجموعة بتاعي اسجل عضو جديد، هندخل على كلمة مجموعتك دي، وبعد كده هندخل على كلمة ادخال اعضاء جدد، هنضغط عليها تسجيل عضو جديد، هيظهر لنا الصفحة بالشكل ده. هبدأ ان انا ادخل الايميل بتاعه واللقب ايه والاسم واسم العيلة والنوع والرقم القومي وتاريخ الميلاد والتليفون والعنوان بتاعه، وبعد كده اضغط على كلمة انا الراعي ووافق على الشروط والاحكام واعمل تسجيل عضوية، هلاقي ان العضوية اتسجلت معايا بمنتهى السهولة. ولو فرضا انا مثلا انا الراعي بس العضو عايز يتسجل، عايز اسجله العضو تحتي، بدل ما هختار كلمة انا الراعي هختار العضو الراعي من مجموعتي، وابدأ ادخل هنا كود العضو اللي انا هدخل تحته العضوية الجديدة ده ايه، وبعد كده اكمل عادي واعمل سجل. طيب دلوقتي لو انا عايزة بقى في حاجة اللي هي بتبقي عايزة مثلا تطلعي اللينك بتاع الكود بتاعك وتحطيه مثلا على الفيسبوك او على اي جروب عشان الناس تشوفه، زي ما انا مثلا عاملة برضو لينك تسجيل استمارة تسجيل العضوية تحت الفيديو عندي، فالناس بتدخل عليه وبتسجل من خلاله. اطلع بقى اللينك ده ازاي؟ برضو من خلال كلمة مجموعتك وتسجيل عضو جديد، بس بدل ما هنعمل بقى تسجيل عضو جديد او ادخال اعضاء جدد دي، لا هنضغط على كلمة اداة تسجيل، وبعد كده هختار هنا كلمة التواصل الاجتماعي، واللينك اللي ظهر لي هنا ده بقى ده هو اللي انا هشيله كده، هعمله مثلا كوبي وهنزله على اي حاجة انا عايزاها. هعرف ازاي ان اللينك ده بتاعي؟ لو انت جيتي خدتي بالك كده في اخر اللينك فيه كود، الكود ده هو كود العضوية بتاعك، فانت كده هتبقي متأكدة ان اللينك ده خلاص ده كده لينك تسجيل استمارة العضوية بتاعك، انت لو حطيتيه في اي مكان الناس هتبدأ ان هي تسجل عليه، تقدري بقى تعملي بيه حاجات كتير وتنشريه على كذا جروب. نشوف مع بعض ايه تاني لسه في الموقع. طيب نكمل بقية الحاجات اللي في مجموعتك نشوف في ايه. في كلمة اسمها برنامج المستشارين، لو ضغطنا عليه هنلاقي في برنامج العضو الراعي، برنامج الفي اي بي، الويلكم بروجرام، الحاجات دي كلها اللي هي فيها الشرح بتاع الحملة بيكون ايه، اللي هو هدايا العضو الجديد ايه، هدايا العضو القديم ايه، البرنامج الراعي
ايه للعضو الراعي، كل ده هتلاقيه موجود بالصور بقى ايه هي الهدايا. وطبعا اللي عايز يرجع لها يشوف الفيديو بتاع مميزات العضوية في شهر 12، هنزل لكم لينك الفيديو، هتلاقوا الكلام ده كله مشروح فيه بمنتهى السهولة. بس بعد كده لو عايزين برضو في إدارة المجموعة، ندخل كده على إدارة المجموعة دي، ممكن تقدري انك تشوفي شجرة العضوية بتاعتك، الأعضاء اللي عندك ايه. ندخل على كلمة شجرة العضوية، هيظهر لك تقرير، نعمل عرض التقرير ده. هتلاقي بقى كده ان انت ظاهر عندك الأعضاء بتوعك ايه، ببياناتهم، بتليفوناتهم، بكل حاجة. فده عشان برضو تقدري تتواصلي معاهم، لو مثلا حد سجل من خلال لينك استمارة تسجيل العضوية من غير ما يتواصل معاكي، هتدخلي على المكان ده هتعرفي التليفون بتاعه، فهتقدري انك تتواصلي معاه. طيب نخرج من ده كده، ندخل برضو على إدارة المجموعة تاني. لو انا مثلا عايز اعرف المكافأة بتاعتي وصلت لقد ايه، بدل بقى ما هدخل على شجرة العضوية هدخل على حاجة اسمها تقرير النشاط والعمل، نضغط عليه كده هيظهر لي عدد النقاط برضو اللي انا عاملاها، والقبض اللي انا وصلت فيه لحد الان قد ايه، والمستوى قد ايه اهو، بتبقى هنا كده فيه الخصم، هو هنا 726، نقاط العمل 254، ونقاط المجموعة كلها 1693، ده كده مستوى 9%، وفاضل 707 نقطة على المستوى القادم اللي هو 12%. انا حاولت كده ان انا اشرح لكم الحاجات اللي موجوده في الموقع باختصار اللي هي تفيد الاعضاء الجديده، بقيه الحاجات يعني المستويات العاليه اكيد عارفاها كلها. فيا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده، واستنوني فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش لايك شير سبسكرايب كتير، مع السلامه.